أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بيكم إخواننا الكرام. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. إن شاء الله جبنا لحضراتكم النهاردة عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2014 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية، وكمان سعر العربية، وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2014. العربية زيرو بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فيها باور بس. العربية موتور وفتيس وعفشة وكرونة بحالة الزيرو. العربية فيها رخصة لشهر 8 مرور أبو حماد شرقية. العربية بحالة الزيرو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2014. سعر العربية 210,000 جنيه. سعر العربية 210,000 جنيه. لو حضرتك عايز تتواصل مع صاحب العربية علشان تشتريها، يبقى على الرقم 012-723-87-623. لو حضرتك عايز تشتري العربية، يبقى على الرقم التالي 012-723-87-623. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.